تنتواجدوا ليسي بلاطو ديال التحليلات بعض الناس ديال المحلات التجاريه وديال الحلاقه والصناعيه والوزينات باش تيتواجدوا هنايا والسكان المنخلطين تيديروا التحليلات ديال كوف 19 بالتعليمات ديال السيد ديال السلطات المحليه والتعليمات ديال السيد عميد صاحب جلاله عامله السلام اللي وقف بكل جديه وبكل اخلاص لهذا كوف 19. واليوم تنحسوهم الكمامه والمسافه والتعقيم بالماء والغسيل اليدين بالماء والصابون. اليوم حنا تنتواجدوا هنا والحمد لله تنفرغوا الكمامات ونعقموا الناس باش ان شاء الله نقولوا لهم هذا الوباء ما بقاش يتكرر وحيدوا المنخلطين داخل الاحياء ديالكم والصناعيه والناس ديال الحلاقه. وانا جيت اليوم هنا للبلاطو غندير تحاليل فابور. المهم راه كيسجلوا وكيديروا معاك زوين وكدوز تحاليل فابور وهذا الشيء راه زوين. اللي بغى يدير تحاليل فسله مرحبا في البلاطو هنا في بطانه. اللي بغى يجي مرحبا. والله يحن لينا هذا الوباء هذا راه ما بغيناش الحجر الصحي يرجع. راه تقهرنا والله العظيم داك الشيء اللي عندنا راه كلينا والله العظيم بالله صافي حنا بينا نخدموا وبينا نجمعوا ريوسنا. الحمد لله هذا المبادره دازت زوينه كان نظام الحمد لله داز هذاك الشيء غزال الحمد لله. التحاليل الحمد لله دازت بخير. خطوات اللي قمنا بها جينا عند السيده عطينا لاكارت ديالنا قيدونا شدينا النوبه صلاتنا النوبه مشينا درنا التحاليل الحمد لله داك الشيء داز بخير الحمد لله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.